أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. الفنانة ريم نصر الدين وديانتها وأصولها الغير إسلامية، وتعرف على زوجها ومعلومات لأول مرة عنها. الفنانة ريم نصر الدين ممثلة سورية شابة بدأت حياتها الفنية سنة 2015، والفنانة ريم نصر الدين تحمل الجنسية السورية وديانتها الإسلام، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل. والممثلة السورية الشابة ريم نصر الدين وقد تزوجت الشاعر اللبناني أحمد ماضي، وبدأ دورها في مسلسل علاقات خاصة ولمع نجمها كثيرا وسريعا، فهي تعتبر واحدة من الممثلات الشابات المبدعات التي لاقوا اهتماما كبيرا وتركوا بصمة كبيرة من خلال الأعمال التي قدمتها. ويرجع أيضا سبب شهرتها على اشتراكها في أعمال كبيرة لفنانين كبار، واشتهرت أعمالهم وحصلت على شهرة معهم. ولفتت ريم الأنظار إليها منذ دورها الأول على الشاشة الصغيرة، فقد اختارها المخرج حاتم علي لتؤدي شخصية لونا التي تعاني انفصاما في الشخصية في مسلسل العراب، بدور مركب يحتاج إلى الكثير من الخبرات الفنية. والفنانة ريم نصر الدين صرحت في وقت سابق بأنها من أصول يهودية. تناقلت مواقع إخبارية مهتمة بأخبار الفنانين والنجوم أن الفنانة السورية ريم نصر الدين تعرضت لهجوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من بعض المعلقين بعد أن كشفت عن أصولها اليهودية. فقد بدأ الأمر عندما نشرت الممثلة السورية صورة مع تعليق جاء فيه: لدي مزاج يصافح الشيطان ويتحالف مع الجن ويعاشر اليهود. فتم اتهامها بأنها تسخر من اليهود، فردت بالنفي لافتة إلى أنها من أصول يهودية. وأن الفنانة نصر الدين تعرضت لهجوم ممن أسمته الناقد أو ربما الإعلامي أو ما بعرف شو بالضبط بيشتغل، الذي اتهمها بدندنة النشيد الإسرائيلي في أروقة المعهد العالي للسينما والتلفزيون. ونوه إلى أن ريم ردت على الهجوم عبر تدوين على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، مؤكدة الفارق الشاسع بين اليهودية والصهيونية. وكتبت: الفرق كبير بين اليهود والصهاينة، أنا ريم نصر الدين ممثلة سورية مسلمة مواليد دمشق من أصول يهودية. وأضافت حول الاتهامات الموجهة ضدها: هل هذا اتهام مباشر بالعمالة الصهيونية؟ وهل من كانوا من أصل يهودي هم ليسوا سوريين؟ وهل من كانوا من أصل يهودي يحق لأحد أن يعتبرهم أعداء كما قالها لي على الهاتف؟ وختمت متسائلة: وهل رجال الدين اليهود الذين اليوم مقيمين بدمشق القديمة، حارة اليهود، شارع الأمين، هم صهاينة؟ و
وشاركت الفنانة ريم نصر الدين للمرة الأولى في أعمال البيئة الشامية من خلال الجزء الثامن لباب الحارة، وقالت عن مشاركتها: أجسد شخصية هدى الزوجة الثانية لعصام. وأبدت ريم إعجابها بهذا العمل وقالت إنه يحمل كثير من الأحداث الجديدة لمختلف الشخصيات بمن فيهم هدى، حيث ستأخذ علاقتها مع زوجها وضرتيها منحى مختلفا. ونصر الدين أكدت بتصريح خاص لها أن باب الحارة 8 وفر لها فرصة في تحقيق رغبتها بالمشاركة بالأعمال الشامية. فهو حسب قولها عمل جماهيري على المستويين المحلي والعربي، إلى جانب جمالية الشخصية التي أؤديها وغني تفاصيلها. وعن هذه التجربة قالت نصر الدين إنها ستغني أرشيفها الفني كممثلة حديثة العهد. وقد شاركت الممثلة السورية ريم نصر الدين جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من مرحلة الطفولة. وقد خطفت الأنظار بنعمتها التي ما تزال تتمتع بها، ورغم أن ملامحها باتت مختلفة قليلا إلا أنها تحتفظ بابتسامتها الساحرة. وكتبت معلقة على الصورة تحت عنوان الصوت: بودي أن أكتب رواية عن الصوت خرج ذات يوم من فم وضاع في الفضاء وصاحبه يجري وراءه علّه يعثر عليه. وأضافت: يقال أن الصوت لا يموت، يخفت في الهواء رويدا رويدا لكن لا يموت، وعن ذاك الذي لا يزال فيه بعض حياته هناك. وتابعت بالقول: بودي لو أكتب رواية عن الصوت وعن هيام صاحبه للقائه مرة أخرى. ذات يوم قال شيئا غريبا وتموج قوله في الفضاء وضاع هو وراءه طبقة بعد طبقة مرتطما بهواء وبقايا أصوات، مموحا وراء قوله غير عارف أين صوته ولا عارفا ماذا قال. وختمت كلامها فقالت: من زمان وأنا صغيرة. ومن أعمالها مسلسل شبابيك سنة 2017 وأوركيديا سنة 2017 ومسلسل قناديل العشاق ومسلسل باب الحارة الجزء الثامن ومسلسل العراب تحت الحزام والعراب نادي الشرق وحارة المشرقة وعلاقات خاصة سنة 2015.